مئة ألف واحد ما غتصوتش، ما كاينش علم من صوته. ولكن ما كيكون والو، الوعود بزاف الوعود ما كتطبقش. غير قولوا لي واش هادشي ماشي علاش الزبل؟ واش حنا ناقصين زبل؟ القفطان راه محسوم زي تقليدي مغربي. تكشيطاو داك القفطان راه جزء من الثقافه ديالك، جزء من الهويه ديالك. ومن درت واحد السونداج في انستغرام في نهار واحد، لي ريزولتا عطاو 100,000 واحد ما غتصوتش. دوك هادو غادي يتصدحوا مع ستوري ديالي. كاين بزاف كيصيفطوا لي ميساج كيقول لي ما كاينش علم من صوتو، وانت واش غتصوت وتقول بنا؟ هادشي كامل بصح. مانون سي تري سامبل، كاين دو شوا، سوا ما غنصوتوش كاع، و سي سكي سي باسي في هاد العوام الاخرى كامله. يعني انه ديك مليون ولا جوج اللي كتصوت، اللي شوف شحال فيها مشريه، هي اللي كتعطي البوفوار لان بارتي ولا جوج باش يحكموا 40 مليون واحد. سوا نفوطيو وكل واحد القناعه ديالو. تقدر تفوطي بلون ولا تفوطي على شي حزب مدحدح مزيان ما عمرو ما كان يحلم ينجح. تو با شونجي غون شوز، يعني ما غاتبدلش شي لعبه كبيره، مي غادي دير العصا في الرويضه لهذوك اللي ديما كيدوزو. ما نساوش في هاد الربع سنين ولا خمس سنين الاخرى، او بلوتو 8 سنين، شحال من حاجه لعقناها فيها، لا في لي بري، لا في الحياه، لا في المعيشه، لا في لي ديسيزيون الياتوار. ما كاين غا كنش وخرج مع 10 د الليل و 11 د الليل نهار الحد. دونك هادشي كامل غيقدر يتعاود، كيف ما نقدروا نخشيو غير عصا صغير، كل واحد والقناعه ديالو. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصلوني بزاف ديال الرسائل قالوا لي هضره على الانتخابات، شنو رايك في الانتخابات، واش انت غتصوت ولا ما غتصوتش. صراحه ملي شفت بزاف ديال التعليقات لاحظت بانه كاين عزوف كبير ديال الناس على السياسه. ملي كنسولهم كيقول لك وحنايا يعني من شحال هادي وحنا كنصوتوا، ولكن ما كيكون والو، الوعود بزاف د الوعود ما كتطبقش، كيتفلوا علينا، كيكذبوا علينا. الصحه وكل العصا، التعليم وكل العصا. فكنقول لهم عندكم الحق، ولكن ما يمكنش لك تشوف هادشي وتسكت. الا مشيتي صوتي بحال سكتي على المنكر، لانه خاصك تمشي تعطي صوتك باش تغير، لان التغيير كيجي بالصوت ديالك والصوت ديالي. ولهذا نشوفوا الاحزاب اللي عندها برامج قويه، برامج اللي تحطات من شحال هذه، ماشي لا ديغنيغ مينوت، حيت كاين اللي جا حتى الاخر دقيقه 90 وبغى يدير برنامج حزبي ما مدروش ليه مزيان. نشوفوا الناس اللي عاطيه ارقام، الناس اللي عندهم كفاءات، الناس اللي ناجحين في حياتهم، الناس اللي ما طالعينش السلطه باش يتغناو ولا باش يديروا لاباس. فالدور ديالنا حنا اننا نصوتوا على حزب اللي قادر يزيد بهذه البلاد هذه، ومن بعد نحاسبوه. ولهذا كنقول لكم نهار 8 ان شاء الله بغيتكم تمشيو تصوتوا باش تعطيو رايكم، صوتوا على الحزب اللي قنعكم بالبرنامج ديالو. وان شاء الله نتمنوا ان بلادنا تزيد القدام. طلب من هاد الاحزاب اللي كيخرجوا يديروا الحمله وكيلوحوا الزبل، ديروا من بين المشاريع ديالكم كنتعهدوا باننا نجمعوا زبلنا منين نخرجوا نديروا الحمله. هادشي ماشي حشومه، غير قولوا لي واش هادشي ماشي حشومه. بسيط، سؤال بسيط، علاش الزبل؟ واش حنا ناقصين زبل؟ واش هاد الناس اللي كينقيو وكيجمعوا ناقصين تمارات تزاد عليهم بعض الوراق اللي كيتلاحوا هكاك؟ زعما شنو الهدف؟ مزيان انتخابات، شنو الهدف من ان الوراق يتلاحوا في الزنقه؟ شكون اللي ما فهمش؟ بنادم مسافر 27 مليار باقي ما تحاكمش، اللي فضحوه مشاو للحبس، عاود رجعوا يتنتخبوا، عاود رجعوا قال لك باغي نترشحوا تاع ما باغي نحل المكينوان. كاين اللي ضارب الحبس ورجع يترشح، هادو كاملين عندهم قضايا فساد. كاين اللي في قيد صالح، كاين اللي في صويره، كاين اللي في مراكش راكب على بيكالا قال لك وضرب منين صحاح، كاين بحال داك الخلفي، كاين بحال ان بلاد هادي بان فما ان بلاد هادي ما بقيتش فاهم. الله ينور. كيفاش القفطان الاصول ديالو جزائريه؟ دابا بغض النظر على العلاقات المقطوعه منذ زمن طويل مع هذا الجار الغريب والعجيب، ما فهمتش هاد منطق السطو على امور محسومه تاريخيا للغير. يعني القفطان راه محسوم
زي تقليدي مغربي أصيل العمر ديالو قرون. ما فهمتش المنطق ديال السطو القفطان مغربي كيولي جزائري في ويكيبيديا كيف ما شفنا، الكسكس حتى هو جزائري. ما فهمتش. ما تستسهلوش سرقة التراث وسرقة اللباس وسرقة القفطان والتكشيطة. سرقة التراث هي سرقة للتاريخ، هي سطو على التاريخ، هي سطو على الهوية. داك التكشيطة وداك القفطان راه جزء من الثقافة ديالك، جزء من الهوية ديالك ومن من منك كمغربي وكمغربية. يجب حماية، ولا خاصنا نحميو، نهضر بالدارجه نيشان، خاصنا نحميو الثقافة ديالنا وخاصنا نحميو التراث ديالنا، لأنه كيتبدل كل مناوشات سياسية كتمشي لويكيبيديا وكتبدل. للأسف الناس ما عندهمش ثقافة الفاكت تشيكينغ، دوك ملي كيبغيو يعرفوا شي معلومة كيمشيو ديريكتومون لويكيبيديا، علما أن ويكيبيديا ليست منصة يعتد بها ولا منصة كريديبل. داكوغ، دونك خاصنا طريقة باش نحميو التراث ديالنا من السرقة. واحد اخرى بزاف منكم، ماشي بزاف صراحه، شي جوج ولا ثلاثه ديال الميساج كجاوني ديال واش غتصوتي، واش هذا، واش هذا اين حزب هذا، وكاين كاع حتى اللي طلبوا مني انني ندير لهم اشهار الاحزاب ديالهم، وهذا ما يمكن لي ندير الاشهار حتى شي حاجه، حيت انا ماشي سياسيه، انا بحالي بحال الناس كاملين، ما بغيتش ما كنبغيش ندخل في هذا الشيء ديال السياسه. عندي رايي طبعا وعندي افكاري وكل شيء اللي عنده علاقه بالسياسه، مي ما نبغي انفلونسي حتى شي واحد. مي غنصوت هذا العام، غنصوت على واحد الحزب اللي ما غنقولوش، حيت كل واحد خصو يتقتنع بوحدو، ما يتانفلونسا حتى شي حاجه. كنتمنى ان هذاك الحزب ينجح، حيت كيبان لي فيه شي شويه ديال الضوء، وكنتمنى ان هذاك الحزب اللي ديما كينجح ما ينجحش، حيت صراحه I'm disappointed. وكنتمنى ان شي حاجه هكا في شي شكل تطرا، نشوفوا ناس وحدين اخرين كيطلعوا يجربوا وينجربوا. هي دي هي السياسه، كل مره يطلع واحد نشوفوا واش هذا وصافا مارشي ولا صافا با مارشي. مي كنتمنى طرا شي حاجه مبدله هذه المره. بزاف منكم كيسولوني على كنولكم حناني، بزاف منكم كيسولوني على عشي كيفاش درت جبتو معايا من كندا للمغرب. ما سقساوني على حتى شي حاجه في الايروبور، قالوا لي سولتني السيده قالت لي واش عنده الوراق ديالو كاملين، زعما عنده سيرتيفيكا ميديكال، قلت لهم اه صافي. ما ولاو سولوني على حتى شي حاجه، حتى ملي وصلت لايغوبور في المغرب ما قلبوه ما والو، شافوا غير في كندا، شافوا غير هذاك البوكس ديالو واش فيه شي حاجه، شي مخدرات ولا شي لعيبه وصافي. زعما اما الوراق ديالو هادي ما كاين والو، من غير زعما داك اللعيبات اللي درت له تما عند فيتامينا اللي هما لي فاكسان ديالو كاملين وسيرتيفيكا ميديكال صافي، انه زعما اون بون سونتي. هادشي اللي كاين.